السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما يكون عند لوحة في بعض التعديلات أو في بعض الكومنتات، بستخدم أمر هنا اسمه ريفيجن كلاود. بعمل انوتيت ريفيجن كلاود وببدأ أعمل علامة على الشكل دوت زي مثلا مربع أو دايرة. طيب دلوقتي أنا لما دوست الأمر جالي رسالة خطأ. ليه رسالة الخطأ ديت؟ عايزين نفهمها. رسالة خطأ بيقول لي إن أنا مش هقدر أعمل ريفيجن أو مراجعة، لأن المفروض إن آخر مراجعة اتعمل لها تصدير ايشيود. خلاص طيب ايه الحل كده؟ هروح هنا لمانج وهلاقي في قصدي فيو هلاقي ريفيجنز، هدخل هنا هلاقي فعلا اخر مره اتعمل هي رقم 5 واتعمل لها خلاص صدرت، ما ينفعش نعمل كومنت بعد ما صدرت. تمام. طيب انا ممكن اسيبهم كده مفتوحين واقول له اوكي وارجع تاني لانفيت واقول له ريفيجن كلاود وابدا اعمل الكلاود بتاعي اهوت بالشكل دوت. ممكن اعمله بشكل دائري، ممكن ارسم اي شكل انا عايزه. تمام. وبعد كده بكتب هنا الريفيجن اللي انا عايزه وممكن تحط تاج. تمام. يعني تعمل تي جي تاج وتقول انا عايز احط تاج للريفيجن كلاود، بيقول لي ان هو مش متحمل معايا في المشروع، فبدخل في الانوتيشن وبعد كده بختار تاج للريفيجن كلاود اهي ريفيجن كلاود اهوت اهو ده مثلا رقم 5. تمام. ممكن تعمل واحد تاني مثلا تدي رقم 4 3 زي ما انت عايز. كل اللي انت تعمله ان انت تعمل سيلكت على ريفيجن كلاود وتقدر من هنا تختار اي واحد اللي انت عايزه. 3 هيبقى رقم 3. طيب خلينا نروح للفيو واقول له ريفيجن كلاود، هنلاقي ان انا عندي هنا الاظهارات الموجوده. ممكن تقول له انا عايز اضيف اد فدي 6 و7 و8 وهكذا. ممكن تعمل موف اب وموف داون وممكن تعمل نمبر او ممكن تخليها الفابت.